السلام الوطني للإمارات العربية المتحدة. The National Anthem of United Arab Emirates. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، إن الاتحاد ما قام إلا تجسيدا عمليا لرغبات وأماني وتطلعات شعب الإمارات الواحد في بناء مجتمع حر كريم يتمتع بالمنعة والعزة، وبناء مستقبل مشرق يرفرف فوقه راية العدالة والحق. اجتمعنا اليوم لنحتفل بأغلى مناسبة عند الجميع، ألا وهي اليوم الوطني والذكرى السنوية لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. Good morning, ENS, and happy National Day celebration. We are so glad that you are joining us in this virtual event to celebrate the nation's birthday of 49 years. I am so proud and honored to be a part of these celebrations, and thank you for your hospitality and your support of teachers and leaders all across our organization. We're excited for the year ahead. We are looking forward to Expo 2020, lots of innovation and exploration, and a year filled with health and prosperity for all of our ENS families. Enjoy today's live event, and thank you. Happy National Day, everyone. I hope you have an enjoyable day. I hope you enjoy the presentations we have coming. More importantly, I hope you stay safe over the coming holidays and as you spend time with your family. I wish you're all here, and I look forward to seeing you all again. But in the meantime, enjoy National Day. Be thankful for the UAE, whether you're a local or whether you're an expat. We are all very blessed to be here. So enjoy your National Day, and I look forward to seeing you all very soon. Thank you.
يا الإمارات ارفعي هذا الجبين وادخلي التاريخ من 2000 باب قصتك عجوبة كتاب السنين واتحادك صار عنوان الكتاب سنة 71 بشهر ديسمبر وللآن وراية الاتحاد تعاند شمس وتجاذبها ولا ترحل مع الغايب ولا يجتاحها النسيان مدير المدرسة يكشف وقايع حال طالبها في ظل المجلس الأعلى عمود الدولة المنصان فقدنا في شيوخ بلادنا ما حد يعذربها نحنا من عاصمتنا أبوظبي يلين دون إثمان أهلها تفتديها بالنفوس ولا تحس بها إلى ديرة دبي اللي من النهضة كأنها الجان نبي الله سليمان أرسله حتى يرتبها ومن أم القيوين نبع الطيب وأهل الجود في عجمان يرف الشارقة نور المعارف من جوانبها إلى خدود الفجيرة لتخط حزومها الشطان براس الخيمة اللي كل يوم العز يخطبها حنا اللي ثم حنا اللي ثم حنا اللي ثم حنا اللي لنا فرصة نتجنبنا المصائب أو نجنبها ولكننا وقفنا وقفة شجعان للشجعان وعلمنا للرجال توقف وتهزم مصايبها ثوان الطاهر من السلع لين آخر حدود عمان وقبور جدودنا وراية عدية مصايبها حضارة جيل مسيرة بطل دوت لها عنوان لها يسترسل التاريخ ويعدد مناخبها سبعا من الإمارات تهلي بكل قاصنة ودانية السبع طيبات وفيها طيب المعاني في السماوات سبع والأيام وكذا سبع المثانية من أبو ظبي لدبي والشارجة وتاليها عيمانية والفجيرة وراس الخيمة وام القيوين سبعا مهن بثمانية تنظما كعقد الياقوت الأحمر القاني هذه الإمارات درة ظاهرة بين كل الأوطان هذه الإمارات يمين بالخير طارت كل معدوم يعاني هذه الإمارات سلوم تلقتها أجيال من سالف الأزماني هذه الإمارات حكم الرسم على دستور من القرآن هذه الإمارات تغطي العزها دربا رسمها زايد بن سلطان عن الهيام من أقوال بابا زايد الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأغلى مما في الوجود كل عام وإمارات بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الطالب محمد الكعبي وأنا الطالبة ميثا الكعبي واليوم سوف نتحدث عن خطوات قيام الاتحاد صلوك بسم الله يا وطن بلادي 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 الخطوة الأولى اجتماع عقوب السديرة في 18 فبراير عام 1968 أسفر اجتماع ما بين الشيخ زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي والشيخ راشد آل مكتوم حاكم دبي رحمهم الله عن قيام اتحاد ثنائي بين الإماراتين ودعوة باقي الإمارات للانضمام. ثانية
أعلنوا في اتحاد تساعي بين حكام الإمارات السبع وحاكمي قطر والبحرين، ولكن هذا الاتحاد لم يتحقق. الخطوة الثالثة، اجتماع دبي الثاني في 18 يونيو عام 1971، عقد حكام الإمارات الست اجتماعي وقرروا إقامة دولة اتحادية وتم التوقيع على الدستور المؤقت. الخطوة الرابعة، الإعلان عن قيام اتحاد دولة الإمارات. في 2 ديسمبر عام 1971 تم الإعلان الرسمي عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي وبالتحديد قصر الضيافة. عاش اتحاد إماراتنا. يا شموخ العز كله، يا إمارات السلام، زين شربي بحله، زاد عشقش والغرام، زايد اللي مد ظله، في خليفة لك وسام، كل عام وإماراتي الحبيبة بألف خير. UAE, through its inspired leaders, has been able to implement principles and achieve more than anyone could have imagined 49 years ago. The determination of the current government will allow UAE to continue advancing and leading the region for many more years to come. In 1950, oil was discovered in the UAE. 1962, for the first time, oil is exported from Abu Dhabi. 1966, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan became the ruler of Abu Dhabi. In 1971, Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Sharjah and Umm Al Quwain make up the UAE. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan rules over the federation. In 1971, UAE joins the Arab League. 1972, Ras Al Khaimah joins the Federation, the Federal National Council is created. 1973, the official currency of UAE, the dirham, is shoe. 1976, UAE Armed Forces formed by uniting each of the Emiratis. Ittisalat Emiratis Telecommunication, formerly known as Emiratis Established, UAE University Established. In 1981, Gulf Cooperation Council formally launched in Abu Dhabi. In 1985, Jabal Ali Final established. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan re-elected as the President of the UAE. In 1996, UAE becomes a member of the World Trade Organization. Abu Dhabi becomes federal capital after Federal National Council paves way to a permanent constitution. In 1999, Burj Al Arab was opened in Dubai. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and UAE Minister of Defense, launches Dubai e-government. In 2004, UAE President Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan died and is replaced by his son Sheikh Khalifa. 2004, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan becomes Abu Dhabi Crown Prince. In 2006, Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum, the UAE's Prime Minister, Vice President and ruler of Dubai, dies. He was replaced by his brother Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 2006, Sheikh Khalifa launches National ID Card Project. First ever national elections for Federal National Council held. Mobile telecommunication services of DU launched across the UAE. Also, Sheikh Zayed's Grand Mosque opened to the public. In 2009, Abu Dhabi becomes home to the International Renewable Energy Agency, the IRENA, and the Dubai Metro opens. In 2010, Burj Khalifa Tower opens in Dubai as the world's tallest building and man-made structure. Al Ain becomes part of the UNESCO World Heritage List, an honor for Al Ain's rich history and treasure trove. President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed inaugurates Khalifa Port in Abu Dhabi. 2012, Sheikh Zayed Tunnel, one of the longest tunnels in the Middle East, stretching to 4.2 kilometers, opened to public in Abu Dhabi. In 2013, Shams One, the world's largest solar power plant located at Madin Zayed, is inaugurated by President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. In 2014, UAE Space Agency and EIAST signed agreement to build the first Arab Islamic probe to reach Mars.
November 3, UAE celebrates Flag Day to commemorate His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan's 10th anniversary as the nation's president. 2015, August 28 to be commemorated as Emirati's Women Day. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum launches Arab Reading Challenge. November 30, Commemoration Day. In 2016, the massive man-made canal in Dubai was unveiled. In 2016, plans for a hyperloop between Dubai and Abu Dhabi have been set in motion. 2018, Emirati passports rated number one. First Emirati astronaut Hazza Al Mansouri and team enter ISS, making history for the UAE. 2020, the year that the entire world looked forward to. The year that the UAE was supposed to host the expo on its land. Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic that took place, the expo would be postponed to 2021 for the safety of all people willing to attend this great occasion. Emirati عشق والكون يزهابه رسمها الفقر وهداها حبايبها وانا مريم خذيت العز من لابا وانا مريم خذيت العز من لابا ومن دار عيون المجد تكتبها عيون المجد تكتبها. يجمع تراث دولة الإمارات بين الأصالة العريقة والمعاصرة في آن واحد، ويرجع تراثها الذي يشتمل على مختلف المجالات إلى آلاف السنين، حيث تهتم الدولة بالحفاظ على التراث وتورثه للأجيال القادمة. الكندورة وهو الثوب الرسمي للرجال في الإمارات، وهي ذات تصميم واسع ومريح بثلاثة جيوب، ويختلف قماشها في الصيف عن الشتاء لتناسب درجة الحرارة. الغترة تفرد على الرأس ويثبت عليها العقال، وتكون مربعة الشكل من قماش خفيف. العقال وهو عبارة عن حبل يصنع من الصوف أو الوبر ويلف حول الرأس. البشت هو أرقى الأزياء الشعبية وتحاك عادة يدويا، تلبس في المناسبات الرسمية والأعراس، وهو الزي الرسمي للدبلوماسيين، وهو بألوان متعددة مثل الأسود والبني والأصفر والأبيض. الخزام وهو نوع آخر من العقال ويثبت على صامع. المقصر وهو عبارة عن قميص قد يصل طوله إلى الركبة والإكمامة قصيرا ومصنوع من القماش. الوزار وهو قطعة قماش مستطيلة الشكل تلف على الجزء السفلي من الجسم. أزياء المرأة الإماراتية تتميز أزياء الشعبية الإماراتية بخصائص عدة تتضمن طريقة ارتدائها وألوان زخرفتها ونقوشها وطريقة تفصيلها. ومن هذه الأزياء البرقع، يستخدم لغطاء جزء من الوجه وله ألوان مختلفة ولماعة. البقاية أو الشيلة، يستخدم لغطاء الرأس. عبا تكون سوداء اللون، فضفاضة تلبس عند الخروج. الثوب تلبسها المرأة الإماراتية طوقا محورة وله ألوان وأشكال مختلفة. السروال وهو قماش مطرز من الأسفل. احتلت الحليب بمختلف أنواعها حيزا كبيرا من زينة المرأة الإماراتية، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من التراث والموروث الشعبي، وللحلي قيمة تاريخية وفنية خاصة. وقد حرصت الفتاة الإماراتية على الاهتمام بزينتها من الحلي، والذي شكل الذهب أبرز سماتها، فتعددت أشكاله واختلفت مواضع ارتدائه من الرأس حتى أصابع القدم. ومن هذه الحلي الطاسة، وهي قطعة ذهبية ثقيلة تغطي قمة الرأس. الشغاب وهي تكون دقيقة الشكل وطويلة تلبس في الأذن. المرتعشة وهي عبارة عن قلادة عريضة تحيط بالعنق وتتدلى منها سلاسل ذهبية متناسقة الشكل. المرية تتكون من أشكال ذهبية متباينة الأحجام والأطوال. الحيول هي أساور ذهبية تتميز بالنقوش والخطوط المتعرجة. الكف أو الكف وهي أساور تحيط بالرسغ موصولة بسلاسل تنتهي بخمسة خواتم.
ولا تزال هذه الحلي لها قيمة كبيرة حتى يومنا هذا. العلم لي كان زايد رافعنا، هو أمانتنا نعيش ونرفعه، بالدماء له نفدي وندود عنه، في القلوب في المشاعر نزرعه، للوطن منه ولهذا الرمز منه، في يد القايد وشعبه يتبعه، نحن فرسان العلم أهل الأعنة، سامع عنا الجهات الأربعة، من عزايمنا المعادي خاب ظنه، فعلنا يشوفه قبل ما يسمعه، حول رايتنا قلوب مطمئنة، صادقة حول العلم متجمعة، من ذكرنا بشريا ويله لأنه، نقطعه شره وراسه نقطعه، صفنا واحد أبد ما تتهنه، من سنة 70 ما حد زعزعه، تسمع لتاريخنا حنه ورنه، سيرة المد وسناه ومطلعه، والعلم الأرواح في الشدة فدنه، رمزنا الخالد ومجده نصنعه، ارفعوا حيوا قلوب مطمئنة، وكلنا في وقت واحد نرفعه. في كل يوم لنا وعد ننفذه، تطيب منه على طول المدى الذكر، وأخيرا في عيد الوفاء سنظل نصون أرضنا الأبية، العامرة بالعزة والكبرياء، إرادة واحدة وقلبا واحد، على صفحة ترابنا الوطني، ونقول الإمارات الوفاء، لا يسعنا يا وطننا إلا أن ندعو لك بالرفعة والتقدم والازدهار. حفظ الله دولة الإمارات وقادتها وشيوخها وشعبها من كل شر، وأدام عليهم الأمن والاستقرار. الإمارات العربية المتحدة، جعل أيامكم كلها أفراح يا عيال زايد، أنتم منا ونحن منكم، إماراتي أغلى من سكن ذاتي، كل عام وانت عروسي الكل، يا بلادي وطني أنا وطني.